فكرة الصوت. دكتور رمضان حسان، قبل ما رحب بحضرتك مجددا، دور أصيل، دور مهم، مؤسسة الأزهر الشريف لها كل التقدير والاحترام على مستوى العالم. برحب بحضرتك مرة تانية دكتور حسان. يا اهلا وسهلا بسعادتك. اهلا بحضرتك، معلش بعتذر لك بس كان عندنا لا مشكلة. لا تحت امرك، تحت امرك، تفضل. طيب. تفضل يا فندم. ايه التطاول اللي حصل من بعض الأقلام زي ما حضرتك ذكرت في البيان، ومن بعض الأصوات أو الألسنة حتى كان هذا اللقاء اليوم أو طرح هذه الفكرة؟ سعادتك، من يقدح في الأزهر وينكر دوره يستحق ألا يذكر اسمه حتى لا يكون له شأن. مش عايزة أسماء، أنا بتكلم عن فكرة. أنا يعني يعني بين الوقت والآخر نجد هجوما على الأزهر، ينكرون فضل الأزهر، ينكرون دور الأزهر في الحفاظ على التراث، في الحفاظ على علوم اللغة العربية، في الحفاظ على الهوية الإسلامية، في الدفاع عن قضايا الأم. فكان لابد أن نبرز دور الأزهر ودور مشايخه. المؤتمر تقدم له 80 بحثا. بعد ما عرضت هذه البحوث على لجنة لتحكيمها وبيان من يصلح وينطبق عليه شروط المؤتمر، قبل من هذه البحوث. البحوث بخصوص ايه يا دكتور رمضان؟ البحوث موضوعات ابرزت كتب ابرزت جهود مشايخ الازهر الشريف. نعم. 65 بحثا تناولت جهود مشايخ وعلماء الازهر الشريف في ايه؟ في دورهم في خدمة الشريعة الإسلامية. نعم. في اللغة العربية. نعم. في العقيدة الإسلامية، في قضايا الأمة، في التجديد. في التجديد المؤتمر، في التجديد، تجديد الخطاب الديني. نعم. هذه البحوث التي نوقشت في هذا المؤتمر بيّنت دور مشايخ الأزهر في حفاظهم على الشريعة الإسلامية واللغة العربية والعقيدة، واهتمامهم بقضايا المسلمين العامة، ومن أهمها ومن أولها القضية الفلسطينية. نعم. الذي كان لشيوخ الأزهر دور كبير في هذه القضية. صحيح. وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد السيد حفظه الله ورعاه. نعم. الذي يعني أثبت للعالم أجمع بأن الأزهر الشريف يقف مع القضية الفلسطينية. نعم. وبيان فضيلة الإمام في هذا الأمر واضح وشاف ومعروف. نعم. دكتور تفضل. رد حضرتك إيه على ما يقال أنه دائما التراث متهم بالجمود، وهذا أيضا ما جاء في البيان؟ أعيدي في سعادتك، لم أسمع. بقول لحضرتك جاء في البيان ورد حضرتك ايه ما يقال انه دائما التراث متهم بالجمود. التراث ليس متهما كله بالجمود. كله؟ نعم. مهمة التراث كله دي. التراث ليس المقصود بالتراث القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد بالتراث العلوم والمؤلفات التي تركها العلماء السابقون. كتاباتهم ومؤلفاتهم وآراؤهم ليست قرآنا. نعم. وإنما هذه الأمور يؤخذ منها ويرد، كما قال الصادق المعصوم: كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، كما قال سيدنا الإمام مالك رحمه الله، إلا الصادق المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. التراث ينبغي ألا يتهم بالجمود. الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. نعم. وربنا سبحانه وتعالى قال في مصدرها الأول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. السنة النبوية ليس فيها جمود، كذلك القرآن الكريم. لا، التراث، أنا بتكلم عن التراث كله. التراث ولا أتحدث عن السنة النبوية. أنا قلت لسعادتك التراث ليس قرآنا. مفهوم.
هو آراء بشر. نعم. ألف الكثير منها لمناسبة العصر والزمان ولمناسبة الأحوال. نعم. العلماء بين الوقت والآخر يقلبون هذا التراث ما يجدون فيه من الأمور والأحكام التي كانت تناسب العصر وهي لا تناسب عصرنا. نعم. يظهرون ذلك. نعم. ما يحتاج إلى فهم مقاصدي لقضايا العصر تفهم فهما مقاصديا. نعم. لكن ينبغي ألا يكون هناك حكم عام على التراث بالجمود. لا. نعم. ليس كل التراث فيه جمود وليس فيه تحدي. نعم. وإنما بعض الكتابات. نعم. بعض الكتابات التي كان لأصحابها مذاهب أو أفكار هي التي اتهمت بالجمود. نعم. لكن علماء المسلمين الذين ساروا على منهج الشريعة الإسلامية بالوسطية ليس فيها تطرف وليس فيها تكفير ولا تفسيق ولا كذا ولا كذا، كتاباتهم لا ينبغي أن توصف بالجمود. تمام تمام. أنا مش عارفة أشكرك إزاي وحييك إزاي دكتور رمضان، لأنه لما حضرتك تقولي أنه ليس كل التراث تمام وفي البعض في جمود وفي البعض محتاجين إعادة نظر ولا يمكن أن يتهم التراث كليا بالجمود، وإن هناك بعض الكتاب الحقيقة حصلت مراجعات للبعض، لو أنا فهمت صح. طيب. الذي يتهم التراث بالجمود هو الذي لا ينظر إلى فقه الواقع وفقه المآل وفقه المتاع. أنا الآن الواجب على العلماء أن ينظروا إلى ما في التراث من بعض الأمور التي كانت تناسب العصر عصوره، ويحاولون فهم هذه القضايا وإفهامها فهما مقاصديا. وليس تنقية. التراث فيه ما يستحق أن ينقى، لكن بنسبة قليلة جدا. نعم. بنسبة قليلة جدا. نعم. كما قلت، لأن من كتب وترك هذا التراث ليس معصوما. تمام. لكن بشر. من له أن يقوم بهذه التنقية؟ العلماء. نعم. والأزهر الشريف رائد في هذا المجال. نعم. رائد وليس التجديد فقط. رائد في قضية التجديد بالضوابط الشرعية. تمام. بضوابط روح العقيدة الوسطية. نعم. والاعتدال. نعم. فالأزهر الشريف رائد في تجديد وتنقية التراث. تمام. طيب، معنى كلام حضرتك يا دكتور أنه الأزهر مع فكرة مواجهة الفكر بالفكر. نعم. معنى كلام حضرتك كده. نعم. طيب، أنا يعني أولا يعني ناس كتيرة، معلش اسمح لي، قد تكون، مش عايزة أقول كل الناس، قد تكون مش عارفة هذا الدور العظيم اللي بيقوم بيه الأزهر، فتقبل مني الدعوة في حلقة ونقعد نقول أنتوا بتعملوا إيه وعملتوا إيه وإيه اللي حصل؟ ممكن؟ على الرحب والسعة. أشكرك. دور الأزهر لا ينكره منصف. ده حقيقة. دور الأزهر في الداخل وفي الخارج وفي الحفاظ على الشريعة الإسلامية على المستوى والهوية العالمي. العربية. نعم. المستوى الشخصي المحلي والعالمي. نعم صحيح. وقد أثبت المؤتمر بأن مشايخ الأزهر. نعم. بداية من الشيخ الخراشي إلى مولانا فضيلة الإمام الأكبر حفظه الله دكتور أحمد الطيب، اللهم آمين، لهم دور بارز. نعم. في قضايا الأمة ولا. نعم. يخشون في الحق لومة لائم. قبلت الدعوة حضرتك؟ نسعد ونشر. أبشر. بشكرك فندم، بشكرك، شكرا جزيلا. جزاكم الله خير، شكرا دكتور حسان. جزاكم الله خير. موفقين. أشكرك فندم، أشكرك.